هلا، السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بحلقة جديدة من تراريا مودة. طبعا ورجعنا لعالم كوسايا. اخر حلقة سوينا بكاكس محترم، و حاليا الزعيم اللي بعده حيكون جاينت كلام، بعدين حروح عند الايف كثولو. لسه ما طلعنا لا جرافيتي بوشن ولا دبل جام، ف موضوع حلو. زائد انه طلعت اتش بي شوي، واتوقع في عندي كم بدي شغلة مشان ترفع الاتش بي اكثر. هاي طبعا اسمها لايف كورادزر هيك شي، وبسوي منها شغلات نفس هيلز الاي. او هاي ممكن تكون كتير منيحة. لايف جيم انكريس ماكس لايف باي 20 هيلينج سبيل. وات؟ او هاي اكويبابل، اوكي. بس اسوي فيها بس اسوي منها لايف كريستال، فهذا شيء كتير منيح. بجيبت شغلة جديدة اللي هي الهارد جولد اجلز اللي بدال الليد هاي، ف هترفعني بدال 11 ل 14، وحتسوي انكريس للديفنس باثنين بدال واحد، فشي احسن. او جاينت كلام ممكن يسوي سبون باي وقت جوات ال... ما كنت اعرف هالشي، او كنت نسيان هالشي. اوكي، في احتمال، في احتمال انه يس جرافيتيشن بوشن، هذا اللي بدي اياه. مع تبع ايف كثول، نايس. ما اتوقع انه اجتني مدر سلايم. لا لا، دبل جمب خيبه مكان واحد. او لسه في تيست ثاني كمان، ف ما نجلي اول مره اشوفه. هذا فخ، عيني عينك. خليه ما نوقع فيه. و ما بعرف شو اخذت، بس اخذت شغله. اني ارجع لانه معي 13 جولد، فما بدي اخسرهم ابدا. اتوقع انه ممكن اقاتل ايف كثولو هلا، بس اول شيء بدي سويفتنس. اروح هلا، حروح هلا. بدي سويفتنس وبدي معي هدول الدبل جمب. اوكي، على ما اتذكر انا كلامتي كان عنده شغلات من جد خربانه بالسماء، يعني كان في شغلات غريبة غريبة بالسماء. ما اعرف اذا هاي من كلامتي بس اوكي شكلها من كلامتي بس. هاي لايف كريستال، هاي اول شغلة، شكلها كان من كلامتي لانه كنت حاط إليمنتس اوكن وكلامتي، فاتوقع انه كان من كلامتي الشغلات بالسماء. بس هدفنا هون هو انه نلاقي اللاكي هورس شو. اوكي بالون، نوت باد. لاكي هور شو شيت. اوه هذا تبع الجنجل. هون بلاقي كوين بي، بس الاقي كوين بي بالسما وقاتلها برات البايوم تبعها لسبب من الاسباب. كلامتي قرر يسوي هالشيء. الا لو الا لو كلامتي عطوا باف لكوين بي وقتها حيكون كلام تاني، بس اتمنى الاقي جزيره تانية. نايس الحمد لله، يا رب يكون فيها لاكي هور شو، ما تكون جزيره فاضيه. اوكي شكرا. نيفر مايند، فيها تشيست فول. بالحالتين هي جزيرة فاضية. دورنا كمية كبيرة من السماء، او الكمية على اليسار كلها، ف لقينا 3 جزر على اليسار، فتلاقي جزيرة انا صح؟ اكيد. فلو بلاقي واحد تاني وقتها بروح على اليمين. انا شو وصلني لهون؟ كنت عم احاول انزل بالجنجل. جولدن دوك؟ وات؟ والمرشم اتوقع انه هحتاجها بعدين، لانه اول مره اشوفه ما اتوقع انه موجود التراري العاديه صح؟ اذا ما هي موجوده التراري العاديه، هاي اول مره بشوفها ماتيريال موجوده. شكلها كانت التراري العاديه، اول مره بشوف الجولدن دوك، ما كنت اعرف انها موجوده اصلا. اوكي اتوقع هلا بس نجيب ايف كثولو. النيرس موجوده بالنص، فهذا احسن مكان لها، لان على الاغلب هحتاجها بس يروح ايف كثولو على الوجه الثاني صح؟ ممكن ايه ممكن لا. هذا هو، نشوف هذا شو هسوي عليه. هتعلق لي الكمبيوتر صح؟ يعني شوية دامج. هالباب بيسوي عليه شوية دامج كمان، و الفلاسيتي تبعه كتير عالي. هاي شغلة كتير حلوة فيه لهالبو. معي دبل جمب، يس. خلي ال NPC، خلي ال NPC قاتلوه شوي كمان معي. بس الثاني، انا اسف على الموسيقى، حط في الموسيقى. بعرف ان الموسيقى مو هلا وقتها، وما المفروض تكون هيك، فلا خليها هيك. بلش يسويها، لازم يكون عندي مسافة بس يسوي هاي الحركة.
بعد عني. هذا اكثر شيء او بي لقيته بمصدر موت. لا تسوي له سبام. هذا هو. سوي له سبام اشوفك مره ثانيه. فتراجر باج شيلد اوف كثولو اخيرا. كنت محتاجه كثير. ليش كلامتي ما لهم عاطين وجه للشيلد اوف كثولو مع انه شغله كثير مهمه؟ هالشي ما فهمته لهلا. وهون بس نسوي دومونايت بار واللي بصراحه نسيان شنو بس نسوي منهم. بيكاكس صح؟ نوب البيكاكس لازم نسوي شغله ثانيه. بس نسوي البو، بس البول معي كثير حلو. اوه راديان دامج ماجيك دامج. مان معي 16 معي 12 شت. اوكي حشوف تبع الماجيك اول شيء لانه صراحه هو اللي جاذب الانتباه اول شيء. بدي مان اكثر بس شكله كثير حلو ودمجه محترم كمان، يعني مو هذاك الدمج السيء. بيطلع الحيطان. شت لا ما بيطلع الحيطان. وهلا مع السلامه للسيوف هذول ساعدوني كثير، بس حضطر ابعد عنهم او اتركهم. حضطر ابدل هذا كمان بعد شوي بس مشان الكلام. هذا هو. كنت بحاول اروح على اليمين بس ما في عندي اي فكره كيف ممكن اروح على اليمين. قنابل بتفجر هالمكان. يا رب يا رب يا رب. نايس الحمد لله. كان لازم يجي معي قنابل اكثر. اخر قنبله. يا رب افتح لي الطريق لهناك. دراير وصل. صح لاني قتلت ايف كثولو. شايفك فوق. بدي طريق لفوق. بس اسوي هيك صح؟ هالشي حيدمجه. حيجي لعندي بعد شوي على الاغلب. يب. شت لا تجي لهون. يب هاي ضرباته. اوكي انا. صح هذا اسمه تبعي. فالزلمة بس هذا هو شغله. بس لازم احاول اهرب منه ما اعصى. نفس هيك. قلتوا لي ان الموسيقى تبع هالبايوم كانت هيك من زمان. ولو اكلت هاي الضربة على فكرة كثير قوية. بس اتوقع انه ما هو ما هو ذاك الشيء الكبير. حتى مسوي هاي الحركة. الا لو غير شيء. هل شيء بيسوي عليه دامج؟ احسن اللي معي. بيسوي شغلة جديدة. عم طلع كلامس. ويل نايس بس ما في لهم ارض لحتى يطلعوا عليها. خيبة كم واحد جايب؟ خيبة. اوكي اجعل. لا 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 لا. اتوقع صار وقت نغير مكان. استاذ كلام. نغير مكان من هون. بس نقاتل هون. وصلت على 20% تقريبا. لا تسوي حركتك يرحم اهلك. اتوقع عم نسويها. سواها. ما بدي كلام. لا. لا تسويها. عم يسويها هلا. اسفت وقت. اوكي الحمد لله مات. صح هو بيطلع لي ام بي سي كامل كمان. نسيت الموضوع. اتوقع هذول حيقتلوني. لا مو اليوم. الصمت تبعي شغال تعجب الدمج عم يسويه. كم الف واحد فيه؟ طلي ساعة. الحمد لله. اروح على دنكة. نزلوا لي النايتن ستون. اللي ما بسوي منه كثير شغلات. ما بسوي منه اي شيء. بطور الشوت جون البوم ستيك. بس هذا هو. ماني عارفان هداك شو نزل لي. اتوقع بس نزل الام بي سي او جاب الام بي سي. لازم اسوي بيوت اكثر هلا 100% لانه صار في عندي ام بي سيز اكثر. ليش عليها علامة استفهام؟ شوب. ترانسفورم يو انتو افروغ. نايس بدي اكون ضفدع انا من زمان. هذا الشيء الوحيد ناقصه تراريا. يو ار ريلي سمول يو كان جامب انكريدبلي هاي كانت يوز اي وات. كم كم اعطيني واحده. اتوقع هون بحطها. صرت ضفدع. وات
انا ضفدع. طب فكرت حالي حافظ الم هيك بس. انا ضفدع بيهجم علي، باخذ دامج، باخذ فول دامج. هاي اول مره بشوفه حاخذ فول دامج واحد بس. بدي اعرف لو حاخذ دامج من الناس او لو الدامج او الناس حيدمجوني. او بسوي دبل جامب كمان، ضفدع مع دبل جامب. او لو في واحد كمان يحولني لعصفور. ما اتوقع باخذ، اتوقع بس ان اسبح على راسي. ما في شيء، ما في اي شيء يعمل رسبا. اوكي حروح على طبيعتي. هاي سلايم رسبا، اتوقع سلايم بيدمجني. يب بيدمجني. ها عصفور بيدمجني، بس هو بيدمجني واحد، انا بدمجه ثلاثة. اوه بقفز عليه كمان قومبا بدمجه اربعة. لسه باخذ دامج بس مو هداك الدامج العالي بالفول دامج. نايس. عنده شي تاني؟ اتمنى لو يكون عنده شي تاني، ما بعرف من اي مود هذا بس اتمنى لو عنده شي تاني. ولا اتمنى لو بحسن اتحول اكتر قدام، لانه هاي شي كتير حلو. ما كنت بعرف انه كتير حلو، ما توقعت اصلا حلو. على العموم هذا كان كل شيء. اهلين بفروك سيميليتر، هذا كان كل شيء. اتمنى انه عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسى تسوي لايك، تشترك بالقناة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وفي عندي بيج لازم اقتله. مع السلامه.